صباح الخير على الجميع. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم الاثنين 27/5/1442 التغطية الشاملة لحراج سوق الخضار في بريدة. الله يوفق الجميع. يقول يا زين الرجال صار طيب وحبوب ومزاح، كل الناس تدعي له، له في قلوب البشر محبة واحترام وتقدير، ولا غاب يسألون عنه وراك طيب طولت علينا الغيبة. هذه سواليف الصبح طلعت. الله يوفق الجميع. اليوم ما شاء الله الاثنين صباحنا، اليوم في اليوم 5 ريال كجمله، اليوم الاثنين الله يوفقهم. ما شاء الله طبعا ما شاء الله على 6 مع الدلاله زياد ما شاء الله سام 6 ريال ما شاء الله الفلفل اليوم 6 ريال الرومي سام 6 ريال اليوم الاثنين الله يوفقهم 6 ريال باعوها الطماطم الحبه الوسط يقول باعوها كجمله اليوم 5 ريال الاثنين الله يوفقك الان يحرج عليها ب 4 ريال كوسه اليوم الاثنين يحرج عليها الدلال الان السياره ب 4 ريال يحرج عليها الان 4 ريال الله يوفقهم الاثنين اليوم 4 ريال العواد ها عيون الجواع عيون الجواع باعوا اليوم الفلين والفاصوليا كجمله مع الدلال ب 7 ريال الله يوفقهم مزارع الشحيه مزرعه الحواس عندهم طماط رايعه اليوم الله يوفقهم باعوه بالجمله اليوم الاثنين ب 5 ريال كجمله هذا مزرعه الحواس بالشحيه عندهم الفلفل اليوم البارد حبه صغيره عندهم الفلين الواحد كجمله اليوم الاثنين ب 5 ريال كجمله الله يوفقهم هذه مزارع انتاج مزارع السعيد الله يوفقهم دائما يجون الصباح كل يوم عندهم اليوم منتجاتهم من الزهره والملفوف الزهرة اليوم يبيعون من 7 إلى 8 حسب الكمية تأخذ منهم وعندهم الملفوف برضو من 7 إلى 8 حسب الكمية اللي تأخذ منهم اليوم الاثنين الله يوفقهم طبعا إنتاج مزارع البداية عندهم الطماطم الحبة الصغيرة اليوم برارة ب3 ريال كجملة عندهم الخيار برضو 3 ريال كجملة اليوم باعوا الحبة الكبيرة ب6 ريال اليوم بالجملة اليوم الاثنين مزارع البداية الله يوفقهم طبعا هذا انتاج مزارع مليده القصيميه مزرعه أمطيري اليوم الاثنين دائما تجونا من انواع كثيره من الفلفل عندهم الاحمر كم اليوم في الجمله؟ 18 والاخضر البارد 8 والنص بارد 10 وال كم؟ 35 35 والاحمر 30 والبرتقالي 25 والبرتقالي عندهم الاحمر برضه الحب هذا نفس السعر ها؟ أيوة. نفس السعر كله هذا انتاج مزارع السحيباني في البداية يجيبون لنا الفول اللي هو بذرة مصرية صح ولا لا اخوي؟ بذرة مصرية عندهم الفول اليوم كم اخوي؟ 15 15 ريال الفول البذرة المصرية الفلين كجملة وعندهم الملفوف بعد كم اخوي؟ 3 السحيباني 3 ريال الحبة اليوم والاثنين هذا انتاج مزرعة ابو فهد محيسن بمليدة عندهم البروكلي اعتبرنا جميلة بصراحة وروح ما يحتاج مغذي ومفيد جدا للجسم عندهم اليوم ب 7 ريال كجمله الله يوفقهم هذا انتاج انتاج مزارع مخرم مزرعه عبد الوحيد حمدان ها عبد الوحيد وحمدان عندهم الطماط اليوم الحبه الكبيره كم اليوم؟ اليوم 6 ريال 6 ريال الحبه الكبيره والصغير البرر كم؟ 3 ريال 3 ريال الله يوفقهم هذا كوسه ما شاء الله من مزارع مليده القصيميه ما شاء الله اليوم الاثنين 3 ريال كجمله وعندهم الطماطم الحبه الكبيره اليوم 8 ريال كجمله اليوم الاثنين الله يوفقهم هذا انتاج مزارع مليده القصيميه مزرعه يوسف عبد العزيز الزيد مع الدلال نحفيف ذا اليوم باعوا الفلين ب 4 ريال كجمله الله يوفقهم طبعا هذا انتاج مزارع الدهان العامره دائما الحقيقه بالانتاج الزراعي من البدايه عندهم البديان حبه الوسط اليوم الطازج عندهم بالجمله 7 ريال اليوم والفاصوليا 10 والفاصوليا الدهان ب 10 ريال اليوم الاثنين والبروكلي لسه ماسين هذا البروكلي ماسين من عندهم اليوم الدهان في البدايه هذا من مزارع قريب حايل عندهم الطماطم اليوم الحبه الوسط بالجمله اليوم الاثنين عندهم 8 ريال اليوم 8 ريال كجمله هذا مزارع ما شاء الله انتاج مزارع الغفيص بالغماسي كل يوم سيارتهم ذا يجيبون انواع من الخضار
كل يوم طازجه ما شاء الله. كم الليمون اليوم؟ هذا برتقال ابوي. برتقال ذا؟ برتقال. كم؟ على 8 ريال. 8 ريال طازج برتقال طازج فلين كبير. والبذجان الصغيره على 5 ريال. والبذجان حبه صغيره ب 5 ريال، والفلفل حبه صغيره على 5. 5 الفلفل والخيار على كله على 5 ريال. وذول الخيار ب 5، الخيار البرار والطماط البرار ب 5 ريال. إنتاج مزارع، هذه إنتاج مزارع المطرودي ينتجون دائما القس، عندهم الأكياس الكيس بعشرة اللي يبي كمية بسيطة، لكن تبي كمية كبيرة بثمان ريال يبيعون عليك جملة اليوم الاثنين. هذه مليد القصيم مزرعة مشعل الرشيدي مع الدلال الله يوفقه، اليوم باعوا الطماط حبة كبيرة جملة الاثنين بسبعة ريال. هذا إنتاج مزارع الحربي شمال عيون الجواء. عندهم الكيس الفلفل الحقيقة الطازج يجيبونه مزرعة كل يوم، عندهم الكيس بالجملة بخمسة ريال، ولو تبي اللي بالسيارة هذا كله الرجال ينزل لك شوي بعد، يعني هم حقيقة يسوقون إنتاجهم، ما يودهم إنه يتأخر ويرحبون بالزبائن اللي يجون لأمهم وما يخلون الزبون يروح الله يوفقهم. إنتاج مزرعة أحمد السلطان بالبداية، عندهم البرار حبة صغيرة الطماط. بريالين بريالين أيوة. بريالين، وعندهم الفلفل هذا ملون اللي هو البرتقالي والاحمر وحبه وسط اليوم كم؟ ب 12 ريال مزرعه احمد السلطان بالغماس. الغماس كل يوم تجينا سيارتهم من الغاط لبريده محمله ما شاء الله ناسبه، باعوا اليوم الفلين صباحا الاثنين ب 5 ريال كجمله الله يوفقهم. هذا انتاج مزارع الملوحي بعنيزه، عندهم طماط حبه كبيره الحقيقه باعوا ب 4 ريال كجمله اليوم. مزارع الملوحي بعنيزه باعوا كجملة اليوم حبة الطماطم الكبيرة بأربع ريال كجملة اليوم. مزارع الملوحي بعنيزة الله يفهم البطاطس حبة الكيس المتوسط يعتبره الكيس الكبير يسمونه بالتفريد اليوم الاثنين ستة ريال. طبعاً هذا طماط زقطة يجي تقريباً 2 كيلو الفلين الواحد، يبيعونه بالجملة اليوم الاثنين بعشرين ريال الفلين الله يفهم. هذا زهرة من مزارع مدرج، عندهم الكرتون الواحد بست حبات اليوم، يبيعونه بستة ريال اليوم الاثنين كجملة، مزارع مدرج. هذا انتاج مزارع الشرقية، سيارتهم تصل يوميا لسوق بريدة، عندهم الحقيقة نوع غريب من الفلفل اللي هو الأصفر والأحمر، يعتبر يقولون انه يولد بالشخص الحقيقة. الحقيقة أسعاره ما أقدر ناخذها من الدلال، الدلال حقيقة مشغول مع الزباين، فمنتجاتهم المنطقة الشرقية اللي تصلنا يوميا منتجات حقيقة رائعة جدا. مزرعة الضاحية، مزرعة الضاحية هذا إنتاج مزرعة الفريح عيون الجواع، عندهم الفلفل هذا بكم؟ 20 كجملة، وعندهم الفلفل الأحمر المشكل ذا كم؟ البارد؟ 5 ريال، وعندهم الكيس الخيار؟ 7 ريال، وعندهم اللي هو الكوس العويد كم؟ 3.5 اليوم الاثنين الله يوفقهم. هذا إنتاج مزارع خالد عريني، عندهم اليوم القرع الكيس 13 ريال ب 10 ريال كجملة، وعندهم الملفوف الاحمر ب 10 ريال كجملة يسبون ست حبات، وعندهم الزهرة ست حبات كرتون ب 10 ريال، وعندهم ملفوف الزلطة ست حبات ب 10 ريال، كل هذا انتاج من زراعة خالد العريني ونيف احنا قلنا غافل الجو الله يوفقه. هذا الموز اليوم الكرتون الواحد الكبير ب 30 ريال موز هندي، والبرتقال اخوي والبرتقال باعوه بصره ب 20 ريال اليوم، والافندي ولا فندي ب 18 ريال اليوم ها؟ فراولة 10 علب ب 20 ريال، وعندهم الفراولة 10 علب ب 20 ريال، يعني تطلع علبة كم بريلين؟ بريالين بريالين يا بلاش يا بلاش، الفراولة اليوم رخيصة اللي يبي يقتنيها اليوم، عندهم ابو 10 علب ب 20 ريال، والبرتقال إذا يبغى أكثر نقول 18، يعني أنت تقول؟ 18 ريال برتقال أبو صرة النوع الجيد عندهم. هذا سعر الفواكه اليوم والاثنين. وشو؟ البارد 8 اللي هو الفلفل البارد. اي نعم، والطماطم 8 والطماطم 8 اي نعم. وش معطى عمرك؟ والوسط ب 6 ريال والوسط الطماطم ب 6 ريال اليوم.
مع الدلالنا الحبيب ابو خالد الله يفكه ويصلحه. هذا انتاج من مزرعه محمد العودي بمليده، عندهم البتجان الطازج المية حق زين صراحه، شكله زين. الحبه الوسط من 7 ريال 8 ريال حسب الكميه اللي تاخذها منهم اليوم الاثنين. هذا دلالنا برنس صبحناه بها اليوم، بس صبحك الله بالخير خالي. طيب وش عندك اليوم لنا؟ ها كم بعت الكوسه؟ على 5 و6. البرنس باع الكوسه من 5 ريال 6 ريال حسب الكميه اللي تاخذها اليوم. والفاصوليا؟ والفاصوليا؟ الفاصوليا سام. سام كم؟ ما بعت سين الحين. ما سام. والباذنجان؟ كم دي يا ابو حجام؟ على 5. الباذنجان ما سيمت اليوم بعد. هذا هدد حبه كبيره من مزرعه ابو حنان بالضلفعه. اليوم باعوها الاثنين الفلين الواحد الكبير 5 ريال. هذا انتاج مزرعة السحيفاني الزقطة عندهم، الكرتون الواحد بوها 6 علب يبيعونها اليوم كجملة 25 25 كجملة. وعندهم هذا الفلين الواحد الزقطة ب10 ريال، يعني عندك الربط باع 1 2 3 4 5 ب50 ريال اللي هو الزقطة الفلين. طبعا هذا قس امريكي مع المبدع اليوم الدلال، باعه بالجملة. سام ولا بيع؟ لا بيع. بيع بخمسة ريال قس الامريكي الفلين. هذا انتاج تسويق مكتب زهرة ربيع القصيم ببريدة. كم بعت الهدد خالي؟ لا العويد على 5. العويد باعه على 5 مكتب زهرة القصيم للتسويق الزراعي ببريدة اليوم. والكوسي يا خال؟ على 6. والكوسي باعه ب6 ريال اليوم كجملة اليوم. والخيار؟ 15. الخيار كم بعتوه؟ 8. والخيار باعوه مكتب زهرة القصيم للتسويق الزراعي 8 ريال اليوم الاثنين. هذا انتاج مزارع الجوعي اليوم عندنا الاثنين بمخرم، عندهم الفلفل الحار 7 ريال كجملة مزبوط؟ ها؟ وعندهم الباذنجان الحبة الكبيرة تصلح المحشي عندهم كم؟ 5 ريال. 5 ريال مزارع فلفل مليد القصيم مزرعة أحمد المعيبر عندهم اليوم بالجملة كم بعتوه أخوي؟ 7 ريال. 7 ريال كجملة الاثنين الله يوفقهم. هذا بروكلي اليوم الاثنين مع الدلال ب 5 ريال كجملة اليوم الاثنين. الأعزاء أنا بياع خضرة بشارع 60 بالفايزية، وحضوركم عندي يشرفني والله، وبأسعار إن شاء الله مناسبة جدا. يا أهلا وسهلا. يقول يا أبو نايف يقول يا زين الرجال صار طيب وحبوب ومزاح. ها اي والله كل البشر تدعي له. امين يا سلام عليك. آمين. تستاهل كل خير وانت اطيب والله. ونعم بك انت حتى انت. الله يوفقك. هذا مليده مزارع مليده القصيم مزرعه الصقر. أيوة مزرعة الصقر مشروع الصقر للتسويق الزراعي. عندهم الفصول اليوم كم الفصول كجمله؟ 10 ريال. عندهم الفلفل الحار ذا كم؟ 12 ريال. عندهم الشقره؟ الشقره على 45 ريال. الشقره 25 بعد. والله اصفر 25. برتقالي 35. برتقالي عندهم هذا ب35 برتقال، واصفر ب25 مع الاحمر هذا هو الفلفل البارد الحبه الكبيره. هذا انتاج برتقال مليده القصيم اليوم الاثنين. عندهم الفلين حق الكشته ب4 ريال كجمله الله يوفقهم. هذه تو سيارة تو واصلة محملة بالكوسة تتبع مكتب العبد اللطيف للتسويق الزراعي في بريده. طبعا الدلال الان بيجي يحرج على هالسيارة هذه الله يوفقهم. هذا خس ساجر اللي يمدحونه يقولون حلو، وانا ما ادري ابرد ذمتي الموضوع، لكن على حسب كلامهم يقولون حلو. الكيس الواحد ب24 حبة اليوم الاثنين، يبيعون الكيس الواحد ب7 ريال. هذا ترنج اليوم الفلين الواحد مع الدلال ب10 ريال مع الدلال اليوم اثنين. والخيار عندهم برضه اليوم الاثنين مع الدلال ب10 ريال الفلين الواحد بالسيارة، ما نزلوه الى الان. امجيد المشهد اللي دائما يسوقون بالسوق ولهم التسويق الزراعي. كم بعتوا ابو صالح اليوم الكوسه؟ الكوسه ب7.5. الكوسه باع ابو صالح ب7.5 اليوم. والبارد ب10. والبارد ب10. الفجل كالعاده ب5 ريال. والفجل باعه مكتب امجيد ب5 ريال اليوم مع الدلال ابو صالح. على كم الكوسه؟ على 7.5 ريال. الله يوفقهم. هذا البيدي جاء مع مكتب امجيد اليوم الاثنين مع دلالنا ابو صالح، باعوه ب8 ريال بالسياره جمله. الكوسة اليوم مرتفع سعرها اليوم الاثنين عندهم، هذه بالسيارة الان مع الدلال. كوسة طازجة حبة وسط 9.5 مع الدلال اليوم. وهذا خس سوري
في السور يقولون الكيس الواحد 3 ريال اليوم الخس السوري. هذا انتاج مزارع مليده قسميه عبد الله سالم، مزرعه عبد الله سالم عنده بالفصول اليوم بالجمله الاثنين 8 ريال كجمله. هذا انتاج مزارع مسلم بالغماس، عندهم قرع الحقيقه اصفر، اول مره اشوفه بالسوق. انا عندهم الفلين الواحد ب 20 ريال اليوم الاثنين، وعندهم البتجان الاخضر كم؟ البتجان الاخضر عود يسموه العويد يسموه ب 3 ريال اليوم، والبتجان الاسود عويد برضه كم؟ بريالين الى 3 ريال، مزارع مسلم بالغماس. والملفوف بريالين الحبه، مزارع مسلم بالغماس اليوم الاثنين، الله يوفقهم. اليوم الاثنين 27 5442، قطعنا لكم تغطية شاملة لسوق الجملة الخضار في بريدة اليوم. السوق عامر فيه ما إنتاج رائع اليوم، وأسعارهم مناسبة للي بيقتني اليوم من سوق الجملة في بريدة. أتمنى للجميع التوفيق، ونكون دائما سوق عامر بالتسويق والإنتاج، وأن الله يرزق الجميع. تحياتي.